غارات على حلب هي الأعنف منذ 3 أشهر، وواشنطن تستعد ميدانيا لمعركة تحرير الرقة. مقتل 13 عنصرا من القاعدة في اشتباكات مع قوات الجيش عند مداهمة أحد المواقع في حضرموت. الوفد الحكومي اليمني يعود إلى طاولة المفاوضات في الكويت بعد ضمانات دولية وإقليمية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إن كل الفرضيات محتملة حول تحطم الطائرة. الجيش العراقي يطلب إلى أهالي الفلوجة الاستعداد لإخلائها تحضيرا لمعركة تحريرها من داعش. كلينتون تهاجم منافسها ترامب وتقول إنه يشجع على الانقسام وانتشار مزيد من السلاح في الولايات المتحدة.